السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو اللي وعدتكم بيه ازاي بعد التنظيف وشغل البيت صراحة ايدينا دي مستهلكة، ازاي نقدر نرجعها تاني تكون ناعمة ونلحق ما يمكن انقاذه. هنعمل ان شاء الله النهاردة طريقة سهلة جدا، ولو عملتيها مرة واحدة بس في الاسبوع بجد ايديك هتفضل جميلة وحافظة كده على نضارتها. تعالوا نشوف هنحتاج ايه، وانا ان شاء الله مستعملة حاجات سهلة جدا وفي حاجات اصلا كنا ممكن نرميها. اول حاجة انا حبيت اجهزها، عملت كوبايه نسكافيه كده، قلت اجهز الاول الخليط اللي انا هغسل بيه ايديا. فجبت برتقانه هاخد منها القشر، وعايزه معلقه واحده من الخل، وعايزه ميه سخنه. الحقيقه اللي انا ما رضيتش استعمل لبون او برتقان كده بحاله علشان ايديا طبعا بقى فيها شويه تعوير كده نتيجه التنظيف العميق اللي انا عملته، والحقيقه ما كنتش بستعمل اي جوانتي ولا حاجه وانا بنضف، ودي حاجه غلط. فلازم لما ننظف نستعمل اي حاجة عشان احافظ على ايدينا. دي قشر برتقانية واحدة، وحطيت عليها شوية مية سخنة ومعلقة واحدة من الخل. هسيبهم بقى كده ياخدوا يدوا مع بعضهم قبل ما اروح اشرب كوباية النسكافيه وارجع تاني اشوف عملوا ايه. الخليط ده لما بيقعد شوية مع بعض بيبقى احسن بكتير. الحال اللي انا طولت شوية ساعتين تلاتة كده وسبتهم، فممكن تعمليها كده وتسيبيها مفيش مشاكل. جبت طبعا الصابون المغربي الجميل جدا، النوع ده حلو جدا، موروكو اويل ده. وحابه برضه اوريه لكم عشان في ناس كتير سالتني عنه لما عملت فيديو الحمام المغربي. هو بزيت الزيتون ومكتوب عليه ان هو صناعه لبناني، موجود في معظم الدول العربيه برضه. طبعا اي نوع انت مفضل عندك تقدري تستعمليه. احلى حاجه في النوع ده اللي هو مكتوب عليه اللي هو بزيت الزيتون وجوز الهند وزبده الشيا، حلو جدا صراحة بجد، ما بستغناش عنه، وكل ما بيخلص بجيبه نفس النوع تاني حتى في غسيل ايدي. يعني ما بستغناش عنه، مش بس الحمام المغربي بستعمله استعمالات تانية، وممكن ان شاء الله بقول لكم. دلوقتي بقى جبت طبق علشان ابتدي احط فيه بقى ايديا. طبعا ده طبق كبير بس يعني ما فيش مشكلة. حطيت شوية مية دافية يعني مش سخنة قوي، وهبتدي احط الخليط بتاع البرطمان اللي انا كنت سايباه اللي كان فيه القشر مع الخل. فكده انا استفدت بالفيتامينز اللي موجود في القشر البرتقال من غير ما اضر ايديا، لان زي ما قلت لكم ايديا فيها شويه تعوير كده نتيجه ان انا كنت بنضف تنظيف جامد. ودي شكل ايديا طبعا جافه جدا بقى، ويعني نفسها كده يحصل لها اي حاجه ترطيب. فهبتدي احط بقى الايديا في الخليط دوت عجبة بقى، يعني برضو في الضوافر ايديكي يعني ما وسطكيش. لو تقدري تسيبي ايديكي بقى كده منقوعه مثلا 10 دقايق بيكون حلو جدا. فعلا من اهم النصايح ان انت وانت بتعملي شغل البيت تكوني لابسه جوانتي. اي ليفه بقى عندك تستعمليها، دي ليفه عاديه، لو عندك ليفه مغربي وعايزه تستعمليها اهم حاجه بس تبلليها شويه، بلاش تكون ناشفه علشان ما تعملش معاكي اي التهابات او حاجه. طبعا هي يعني جلدك هيحمر شويه نتيجه ان في دعك بالليفه، ولكن فعلا بتبقى حلوه جدا. بعد المرحله دي بحس ان ايديا بقت حاجه تانية خالص، يعني لسه ما عملناش حاجه للنعومه، ولكن زي ما قلت لكم فعلا الحمام المغربي او الصابون المغربي ده حلو جدا جدا. هنشف ايدي وابتدي على الخطوة التانية اللي هي خطوة التنعيم. احنا دلوقتي فتحنا المسام وخلينا الجلد نضيف جدا، وهي كده هتستقبل الخلطة اللي انا هعملها. وبرضو المكونات بسيطة جدا جدا، يعني معلقة نشا، معلقة فازلين، معلقة زيت جوز الهند. شايفين الحاجات سهلة ازاي، واي جوانتي عندك علشان تلبسيه عشان تخلي فعلا ايديكي يعني اكتر حاجة تمتص منها الخلطة. الكورن فلاور او النشا طبعا موجود في كل بيت، ومعلقه واحده من الفازلين ومعلقه واحده من زيت جوز الهند. طبعا الفازلين وزيت جوز الهند بيحتاجوا ان هم يتسيحوا على حمام ميه، فانا عملت كده دلوقتي يا دوب كده دوبتهم حاجه بسيطه. ودي معلقه النشا. هحط الحاجات على بعضها وابتدي اجهز الكريم اللي انا هحطه على ايدي. من اسهل الحاجات وجميله جدا. لو عندك كمان التهاب في ايديكي زي ما بقولك كده، الخلطه دي جميله جدا. زيت جوز الهند من الحاجات الهايله لاي التهابات او كده.
فازلين طبعا معروف ان هو بيخلي الجلد ناعم والنشا بيفتح كل حاجة، يعني خلطة سهلة بس فعلا جميلة. حافظي عليها بس مرة واحدة في الأسبوع وهتلاقي فعلا ايديكي كويسة. ده شكل الكريم. انا الحقيقة برضو لما بعمل الخلطة دي لإيديا كل أسبوع كده بقوم عاملة برضو الرجلي، لأن هي حلوة جدا. هلبس طبعا جوانتي لما اجي اعملها، ونفس الخلطة برضو بعملها الرجلي. برضو خلطة التنظيف الأول وبعدين الخلطة دي. بالنسبة لرجلي ممكن ألبس شراب، وإيديا طبعا بلبس الجوانتي ده. أدعك بقى كويس جدا جدا، وعند الضوافر عند الجلد اللي هو بيكون عند الضوافر ده وبين العقل كل حاجة. يعني أمسك إيديا بقى كده كويس جدا، لأن هي تبييض وتنعيم كل حاجة مع بعضها. هلبس بقى ده، يعني لو مثلا يوم كده جوزك مثلا هيتأخر شوية في الشغل أو هيبات بره أو حاجة، يبقى حلو جدا إن انتي تنامي بالشغلانة دي، تصحي الصبح تلاقي ايديكي ناعمة جدا، يعني مفيش بعد كده. كل ما بنقعد بيه كده كل ما بيكون كويس. انتي ممكن ما تلبسيش حاجة، ولكن انا عايزة الايد تمتص كل الخلطة، لان ما تنسوش ان احنا فتحنا المسام كويس وغسلناها حلو جدا. دلوقتي انا خلاص سبتها حوالي ساعة وخلاص كده، المفروض ان هي امتصت شوية، ما امتصتش قوي عندي عشان المفروض اقعد اكتر من كده. خلاص كده ايديك بتكون ناعمه وحلوه جدا جدا، وهتلاقيها افتحت. ومع الوقت هتلاقي الخلطه دي بتفرق معاكي جدا، يعني هتلاقي ايديكي بقت طريه نتيجه الايام اللي انت يعني اهملتي فيها. فلو اهملتي في ايديكي الحقي بسرعه واعملي الخلطه دي. هستنى ان شاء الله رايكم فيها، واسيبكم بقى ان شاء الله دلوقتي، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامه.